تفضلي. شفت سيدي، أنا جبتك هون ناكل صاحبتي، وقبلتك مقبال وجهي، وجبتك هون ودرتك معايا في المطعم لأجل ياش، لأجلي تستفاد أنت ونستفاد أنا ونتعاونوا كاملين. أنت بسمع شو ما قربت يتدفع عنش، ولا قلت لك شي ما صالح، وراتبك كبير ولا قد ترد. أنت بسمع وتبقي تعدل كامل تعدل، وأنت هو الشيخ هون، معناه أنه ما يعطيك تعود تفكر فيا أفكار ما هي صالحة. شو تخبب علي العمار، وتخبب علي حتى ولي، حتى زوجي تتبارك معاهم وتسمم أفكارهم وتقول لهم أنهم يعدلوا الإضراب وأنهم يابط يعودوا شاركوني في رأس مالي. لا، أنا ذا المطعم طايح، ما هو طايح علي مجانا، أنا شاريته بحر مالي ولاني وارثته من حد، شاريته بعرض جبيني. اسمع، معناها أني ماني مفارقة فيه، ولا كنت كان يندرتكم أنتم فيه أنه تفريط لي. اسمع وارك، أنا هذا المحل حد يبقى يشتغل فيه على الرأس والعين، ولا له ينتكلوا حق، وهو الشيخ حد ما هو راضي ذا الفم معاه، والباب يوخر 20 جمال و20 رجال. اسمع، وذا تصيفتي تو زين، الحمد لله اللي من فمك جات. أنا كنت لا لاهي نعدل بك الاجتماع، ولا لاهي نقول لك اللي قلت لهم، غارك فهم انت يا خير منهم. عنيان ماني لاهي نتم انتي، مانك لاهي نتم انتي مستقلتين نهائيا. انا مستعجل هذا المطعم اللي انا نشتغل فيه، واللي ما خالك شيء ما هو على ظهري، واذا انا ما تيتقابل الخلاص هذا ما تيتقابل، ولا تيتقابل ذوك العلاوات اللي نعطاك ضرك الخالق لا عنا نعود شراكة. ذا أصلا ما هو الجاي. أنا فهمت وعدت فاهم وعدت عاقل وفهمت ياسر من الأمور. كارل ماركس تعرف إيش يقول عن الأجير، يتم أجيري لين يعود في لحظة ما يعود هو رب العمل. ماركس ياش، إحنا مالنا، إحنا ماشيين على الشريعة، ومولانا فضل بعضنا على بعض بلا رسالة، والشريعة ما تقدر تقلع لي أنا ولا تعطي لك ولا تقلع لي كنت تعطي لي أنا. اسمع، معناها إيش معناها؟ علمنا عندنا رزق، ويا الله نشتغلوا فيه كاملين إلى أن تعود تبقي، لأن كنت فويدين ونقدموا كاملين ونشتغلوا ونحصلوا نتيجة، وأنا ماني قاعدة بينك معاه، ولا أن تعود تبقي الطريق معاه وودعتك المولى. لا لا قدو، ما ينزاد على ذا اللي قلتي لي. ضرب الكرة وكي مجتمع ما لك لا هي تحسن على حد منه، ما خشن عليك الا ما ندى مجتمع قد اقل من زق بالسان، وهو ما لا كله طايش وحده، وهو مليان يكتفوا اليدين وعود نيتهم وحده يقدوا اسم قسمه يا قرد ما وخاري، لا كلها ماشي دافع وحده، كلها اختير شلال الراس ولا هم من يحضر مع احد. الو راك ايك. الو مرحبا سيدي، ايش طاريك بس؟ تفضل. تمني ماني بعيد منك، رايني قريب. لابد ان اجابرو. جيك فم يوم ما عندك شارع، راني جايه قريب منك ان شاء الله. يا قل الخير. لا ينطر عليك ذا الخلق بيني انا وخير منه. هو جيتك لا مرق من قدام، راني جايه. اوكي. شحالك يا قلباس عليك؟ مرحبا بك. يا بخير سيدي يا قلباس. ما شاء الله لباس ما شاء الله. انا تلفنت لك والبيان تلفن لك وعجلان على نجبرك. هاي نقول لك عني اليوم جابرت مع خير منهم. صكت علي ياسر من الصك. وقالت عن هذا ما يقابلته. وقالت لي وانت كذا عاد جايبك اللاذ معاك الباب، ولا عاد لا يتم سيدي نعرف. تفضل مرحبا بك وسهلا. وقلت لها ندور نشوف ذاك. ياك والبيه تلفنت لك، نبغي نعرف شنو عدلوا. طريقه واضحه، هذا حد يعدل اضراب
والجماعة كاملة نقل المطعم ما سمعت وقريهم بالمال، وخاصة واللي هي ذاك اللي قالوا جميل قريه بالمال إني يعني عاونك ذا الأمور، ولا تتمسوا لها شي ولا تقطعوا لها بمبو تراي ولا تعدلوا شي اسوا شنو ما سمعت، عدلوا ضرب كبير في هذا المطعم إن شاء الله باللي نحن دال قدام رجعوا لورا ما وخالي، والمال لا يخمك لأن ندعموك نحن به إن شاء الله تعالى أنت وهو جميل فهمتوا، أنا ما عندك مشكلة لا غير تبداك إن شاء الله تعالى عدلوا ضرب كبير. وراني قايل لك عنك اللي تعطيني المال ندور نتلفن لك عني راني غريت وعن اللي ضرب راني قايل لك زاد بن المال لا هو اللي خمك اي شيء من الدور نحن مولينك به لا تخاف، المهم الله يعدلوا ضرب ولا تنفعوا بشي يسوى شنو عملوا كبير عملوا سكر امر واضح. صباح صباح بيان شماسي فهم اليوم لو ادلك صاحبي ماله قايتي فيك واش نقول لك قاية ضرورية قولها هون يا اخي ضرورية ما قد نقولها هون واش هاي دور تعرفها ضرورية ضرورية لا بد منها لا بد منها واش هاي صاحبي صنف يا صاحبي بيزنس إز بيزنس نو بوي أتعرف بيزنس إز بيزنس ها ترقيت يا باط بيزنس شنو هذا كتير بيزنس أني أنا جيت لوالدتك ولا فهمتني لأنها ما هي من جيلنا قستك أنت اللي صاحبي وفاهمني وتعرف قيمتي احنا ما نقدر نتم ولا قرص هاتفهم لا بدان من نسهم ذي المطعم لا بدان من شراكة ذي المطعم انا واي ستر ولا انا وحدنا انتم واللي معانا